بسم الله الرحمن الرحيم. معنا تطبيق من تطبيقات منتجات كينكو جيسك، ربط بي ال سي كي 508 40 اي ار مع كوميونيكيشن موديول جيسك، وبرده الوحده اللي هي اي اي 7048 اللي هي فورورد شانل. ربط عرض البي في وتحكم في السيت بوينت، وبرضو ربط معانا انفرتر جيسك. ده الكود بتاع البرنامج. لو هنعمل ده بلوك الربط، لو عملنا فعلنا الرن بتاع الانفرتر، الاول نفعل السرعة او نضيف سرعة، يعني لو قلت مثلا 45 هرتز، تمام 45 هرتز. لو فعلت الرن بتاع الانفرتر، زي ما احنا شايفين نعمل ستوب. بصينا للمديول الحرارة بتاعنا، ده بلوك الخاص بالسيت بوينت، لا بالبي في، ده البي في تمام، بيعرض قيمة الحرارة كل تشانل يعني، تمام. وهنشوف ازاي نعمل نتحكم في